Afrika أو هورن أوف أفريكا دل دي بحل لكم عافية سلام ومسكوبات نتمنى لكم اليوم كما أيودنا أو كما كل دول موديو فنت لبي لقبي تندال ريم عمر لبا مقاتلات تجربتا كمسل محيط لإيلة كلس لكن منا تجربتا لمحيط لأنبلو منو حنكوتو يوم يقول لي حديث جيل تجارب ناي ندال وسياسة ومدرسة وكل لمس الحاجات كله تلا شاركت ديبو تل برنامج قلتا أربطا وتجربتا ديب ندال بزيادة وديب سياسة بعبيهو كل قدام للأمرة من قديم مقاتلة أمنا ملكين قلنا أربو قلكمتو ومنا تجربتا إن شاء الله قلنا حديث جيل حتى كمكم حسبت أو حتى كمكم تجربة أو حتى ندالنا تلو وقت اللي بزحام قفا شولو ولا تكافئو
سبت لو ندالنا ماليتو لوف سنوات لو ودن ديغبي ندالنا مالي ماليتو قبل السبب اللي الوفاة سنة يكون وحكايات يكون مالي لحلا ويوم لهلا وفجر قل لها اللي تندالنا فدامت ما أدود من آدم دي بحياته كم حزق العيش ما حقوي قدرة دي بل الدنيا ندالنا من دولها عند أنبتا أسكازل التلالة الله فإتلي تجربة اللي لباتو قلت قلت حلال فقناتي يوم لكن إتلي برنامج بلد فناتا حقيقية أرتريا بساهو بلين بتقري بتقرينيا بعربي كم سلهما أمحارنيا لسمعو إنجليزي وبلغتنا الصومال اللي برنامج اللي حبي برنامج سبت لقرب كلكم اللي برنامج اللي لتجارب ولا ديبول هلا كل دول قلهم سكم التبرنامج الأول اللي بقوله لايك شير كومنت إن سبسكرايب التبرنامج ودو وحتى تكبا جديدة قلتم سكم منا لديبو بتعرنا منا قلنا تلاليتو لكن قدمو التندا قدم كي لهبكينات توضح منه تعرف لا زيادة قل توسط بدي ولا تبيل إلا من قبل قدم التسأل جيستنا أقول قلنا أتلا عليه لا تبيل زيادة حبره لا أيوة طبعا المدال قلنا لي طلق إنه دين يعني أول من عائلتنا يعني آدم ذكركونا في الشيء وهي ما آدم محمود ملكان اللي مناد مقاتلته ودي معركة حال جرح جرح شديد حقه كمان حقه تعالى جواسله ونادل على أسك فترة طويلة وكمان حجة دي بعيادتنا جف الشقة على حقه مثل قدام العراق جيسة دورتنا سأت وإتا عيادة لا جف الشقة على أوالد دي الإذكرن لحزي يعني جبهت في البداية قدام نسي علتني اللي أوالد يعني إذا أول مجموعة لمسايا جمعة ورحمة من أكل جزاي مسايا وطوال السودان توم طبعا الأيام هاي واد أنا سنبوتاتي على سودان أتيا وقلت دورة تسعة في ستينات مسايا 69 مثل دورة عراق لقيسة دورة عراق قيسة وديبو يعني التعيادة الشقي عليها وأسكر جبهة تأتي وكمان الألماز والدو وجنة قبرشي واتلبوا له من سرايا مسايا اللي السبعينات تودي بكسل برضو كسل آتون وحر التحاد لمراحة دي بقنا مطاعت ديو اشتركيا وناد لمسن عليها التحاد المرأة ولا دي الميدان اللي قلهم قل اسكرهم حزي لأنه وتوم ما دور عبها وبعد عمر رسعتهم من هليكم العفو منها قروا أزاي قرها مدول دي ندال حابركي تعليم ودي بقايا تعليم نسأكي كمان حقولا قدلا سياسة حقوهما دي بقدلا عسكرية كم تحابركي سامحهم اللي نندا قدمنا فاللي أزي متى ودحتها يبين عديبو كفاح على كل أيوة. أول حاجة أول مرت بالميدان لفقركوا واحد وسبعين توقل لمؤتمر وطني الأول نحن أكثر شغلنا مع لامس ليك يعني كوفو نحن لشعب بسورة الفهم والعالم كل بسورتنا وديبو ركزت على القوانا دي بميدان أول مرت 71 مؤتمر الوطني الأول جاي سلكوت دي بصاح العلا واللي دي اشتركنا حقوق ما اشتركنا اللي اشتركنا بورقة يعني على أساس إنه سيت ولا تنسايت لازم حقوقه لتحفز ولازم قرارات فقر هتقد تشارك اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا لأن عسكرية سمحي علوني المهم التقرارات نجحنا ونجحة على أساس والتقرارات لفقرة ولت أنسايت برضو إتا مجلس ثورة قد تشترك وإلا حقومة اتحاد المرأة أسسته وبرضو اتحاد عمال واتحاد طلبة اللي لعلى أزاي دي بميدان بزحي إيز أنحكوني بيلونا أنتم بخصوصا مؤتمر نجاح المؤتمر و
ونتائج نايو بتشرحه سودان وخارج كيسه. أنا طبعا سودان فقرة قليل ودي بسودان أكان دعين قيس نشرح وقرارات مؤتمر والمكاسب اللي حققناه كم أنس دم بالأكتر شيء التعامل السياسي انشقنا إذا ما حصل دي بسودان تأول مركزين للسودانيين طبعا مرة صعبين على برضو لحقوا له مؤتمر فأنا من كسلا وحر ضايق أون من كسلا عندي يخلص أو شي بخلص أتعلقوا برسودان جيسكو برسودان كم جيسكو برسودان كمان ديبو اعتقلون طبعا للسودانيين والسبب أن أنا أنشطة غير مرقوب فيها أنا إذا موده له خلاص إبعاد وسودان كم إيرتي على طول بأمن دو دو أسخرتهم وانخرتهم هي أسك أسافر إذا خلاص دي لا أحد سوداء أتيكو أنا اللي أتيكون من هاد ما علو إذا أي أجيس بيلو أحسن بغداد كيس مكتب بغداد كيسكو سنة الشقيق حق السنة اللي على مهرجانات على وأحسن بدل مجتمع أول ديب بغداد مؤتمراتنا أنس على من كل عالم صور بس حلق الأكود يبكمتو تمؤتمرات نشارك وكلماتنا وقلنا أسمى شاق سياسي تبقى مؤتمر وطني وبسورة إرتريا حقوه مؤتمر شبيبة على ديب ألمانيا برضو جيسنا اشتركنا مؤتمر شبيبة صورة حتى ليت على أساس العالم الإرتري مثل الشبيبة العالمية ألمانيا جيسنا عن طريق البحر ألمانيا عند جيسنا ديب ألمانيا برضو قضيتنا شرحنا بنقدره بس حام عنا ديبو حقوه 72 مزار 72 كمزار جبهت تلك ديبنا ليت اتحاد العمال مؤتمرهم وده إذا أنتن لازم مطاع مؤتمركم بتمدوا بحالنا خلاص كفوق نيجستو والسودان يتأتينا الجواز سورة أفكرة وقولي حاولنا ما سفارات بزح جواز سورة بسودان تأشيرة بسفارة السودان قسنا تأشيرة يهبوناني إذا خلاص ما بيلونا بعدين قيسو بعدين قيسو كم بيلونا قيسنا يمن عدن قيسنا دي بعدين ديبو بس حام طلبت من خارج لتخرجوا عنا إجراءات ناي سفر أسك إرتريا بحر يعني يمنيين ما بسهولة يعني إجراءات تتوب بس حام طلبات عنا دي بقصوا يا منحنا فحقوهكم وافقونا كلنا كل مركب عبايتا أسلحة ما أتعلت لأول مرة أسلحة كلاشنكوفات جبه الشعبية كلاشنكوفات نأمن ملكين لبول على أول مرة كلاشنكوفات ومدافع يلوز أبطنا أسك إرتريب بقسنا دي بحر لباخرتنا تعطلت خلاص ما أتديبا قدم اللي ما يقلنا أفكر إن الشقة حقوه أرادي سعودية شواطئ أغبرنا دي هو بقى خطر على المهم يعني رب أفكرين نمبر قدمينا حتى باخرة مع جبهات سعودية أتيت شباب على وديبة وأسلحات على السعودية صادرتهم ونحن منا سجن ومنا اللي نفرح قدم أمعال كله طبعا إتا مجموعات مهندسين على وخريجين من نرويج لما مهندسين قرنب شقوا لباخرة المهم السانوة وأقبلنا أقبلنا سك سودان إنجيس أكان حتى مثلا طبعاً لأسام مشابهتها طبعاً مثل جبهة شعبية حرب الأهلية اللي لا تذكر تعالت من هنا جبهة شعبية من هنا إثيوبيا من هنا السودان خلاص لالي نسافر وعمل أكان حتى دي نقص أخيراً أكان بيلونا أكان رحيب لبول مثلا دي بساحل ولا جبت تكبت النادي بعقيق البول وإذا نحن قلطنا إذا منوده لالي تبحرنا قبل وام على التحدون ده اللي طوفنا الإك ويفتشوا يركبون السودان دي اللي عقيق دي يركبون في النهاية كم مرة جيسوا وما سأوا ركبوا وما سأوا رود أسك
لا كان لجبهة دي بقي اسناد يبو انسات انحتنا واسلحة لأول مرة اسلحة كثيرة مدافع وكذا ناي جبهة وبالله ازي جبهة صعبية ازي تزبط النات وزي المهم يعني اتينا لا كانت المهم مخازن وديناه وفي النهاية كمان مخازن جبهة شعبية استفادت منه مخازن وديناه وقيسنا المهم دنقيس ساحل ساحل أتينا طبعاً بساحل نقيس المهم أول مرة ساحل رأيه وقدام قلبوني قدام كل اندقى عذاب سبب اللي كله حروب اللي المهم في الآخر رو رحبابكم فقنا رو رحباب شعب ركبنا مسلك تمعنا مسلك كم يوم قسينا بحقوه لنا دالس لنشاطات دي ميدان التل أنبته على طول من رو رحباب أسك بركة بركة دي بن دنقيس أول لقدام كل بحروب اختفى شوية قرية صنع حنا دي بن دنقيس مثل لأنس نتقابل وطبعا أن بالله نحنا جبهتنا طب الأيام اللي هي أصل لشعب تعبان على وجبهة ما عنده أي حاجة اللي شعب مثلا أزأتينا مقبل أسك ساعة لالي إلا لا صباح من شعب تنوسن دقة ونوسن منا نبرالا أولادا تلا الهيبان العالم المهم تلا منطقة المنطقة ندنقيس بعد المناطق ديبو لما سأنا لا لسبي هلاني يتيبيا ما سأت ما سأناها لأسماء أنا رسعكو ما سأنا كل أنس ومرعي واللي ما حصلة يتيبيا ما سأت 25 مرعاويتات عند قتلة التل ودق اللي دفنت تلبلونا نحن غاية تأسفنا مثل مرأة قرعة مسيطة وقال اللي له مرعات اللي بإيسا قتلة المهم مثلهم نوعوله مثلهم نشجعهم ولا نقدره نوعيهم وطبعا أدويت وحاجات بزهي علينا كل ما هنالك أسبرينات وقريته ومن إلا من قرى أسقرى ندنقيس لمآسي نايل شعبنا عايشكو وهتو أنس العام سميتة جنا لتولد ميت علاج قلبه نزيف يعني مآسي 13 شهر سنحنا ديو حقا 13 شهر بيلونه خلاص لمؤتمر قلت عقدة 73 سودان أتينا سودان برضو سودانيين لسه لأنه خلاص إحنا ما محرومين عشان سودان قمئته مؤتمر دي بقلوا دينا قل أكو دي بكم تدي بقى كان حتى حوش دي بوا دينا قيسنا من أدواتنا من بر سودان مزايا من كل مزايا طبعا التمدل السودانية تنبرد بإرتلاع منه مزايا بلكين يعني لأنه مؤتمر ودينا والتمؤتمر قيادة منتخبنا وذلك زهرات دي بعلاقات خارجية مزات خارجية ست ونحن ولنكر جنت وألماز وأنا وغيره ميداننا قبلنا وتل ميدان تدريب خفيف هبونا حقوه كل شغلنا هو توعية لشعبته شعب طبعا يعني شعب بركة خاصة يمكن إذ الإيبال يقدر لأنا ساحلي يريك وهم شعب بركة معاناته تعانيه أوري لأزي يعني مقارنة بها اللي أول لأنس من الصبح ما يقل لنساب حربت قيسة أسك مسمى تصار ما يزي الناس ألمان ألاق زي الناس ألمان ولادت صعبة المهم أم الكاهن الملا نقدره كنا وديه وكنا وديه وكنا حسابه وكنا من عيالة ما يمي هلا إلى درجة نحنا لحبتين ما يبنا رئيه اللي كنا الأواد للحسبة ما تسأل بلانا والكبتانا فاللي التريف إرتري يعني فترة بزح عنحنا بس كل ما هنالك أنا أزا معركة أتيكو وقاتلكو ذلي بلكي قدرني لأن أصله شغلي أنا لحرب التاء مخيه لا 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 التاء عقلية بس إلا أنس كفالة تطور إلا أنس كفالة تعلم إلا أنس كفالة تعالج اللي يتلى هدفي العالم لنقدر من جبهة بلوم سيت يوم حمد الله فيتامينات من هلا أسبرين من هلا ولا مرايط بقى ما مقصرة بلو بلو عند نسأل لنقدر لشنطتنا ندرف عنا لبا نقدر لشعب نساعد بس دي متواجهنا على تلسب طبعا نحنا بنطلون ولا لابسام كاملة مسكونة ما لا منادين أي جيس عند الموريت لسعدي من قلمي
لا سبق فدي يبقى الود حار يبقى نحن أوالد حنا يبقى نحن كجبهة تبقى أوالده. المهم بله بله سك لشعب يعني لقتنا جا حقه صعوباتكم ركبنا بين أحسن حاجة منودة لتوعية قل لسبنها. أول حاجة مثل لسب اجتماع نحزمكم هلينا نبل نقسم مثل لسب إلا سورة سورتكم تعلمنا من يجبي سورتي أيدنا من يجبي اللي إرتري تحررت من جبي الحنف اللي أنتم تعبكم ولا تكون بدو شوية شوية لشعب ندل تقبلنا جيسة حقوه سامحنا التبيات قنيجيس مستأنس قنيجيس طبعا أقل إيه بلكي قدل الأنس كله اللي وده لكن يعني بإمكانيات بمعرفة اللي تعاطف نسمع على لشعب لأنس ما مرة سنيات عليه ومرة لفهماه عليها أزاء كينا عند مودة حقوه مودة لنا اللي جبهت مؤتمر لكالك التودة وده مؤتمر لكالك مقاسنا بصراحة أول أيام لهي لخمسة وسبعين للطيارات شعبي يتحدق جبهت يتحدق من حاجات لأتذكرها التاء وقلنا مؤتمر بالسيام ده لنا حزاننا رئيس اتحاد العمال على حين طلبوا له تسميته جبهة تشم التطيار الزبطة إلا حاجات مرة مؤثرة وأنا لولادات لشباب طبعا التجبهة شعبية ما مثالي انتم قصيتنا اللي قبلنا ما تصوروا حزاننا محمد دار اللي يقولوا دائما لطيارة بلا بلا طيارة بلا زبط بلا بلا يعني حتوه للثلاثة لقلي يعني بلا وبلا سبحان الله بيلكو أصله تو على حساب اللي يموت فحاجات يعني أورا للذكاء هذا مؤتمر أتينا هذا بقى بالنسبة قلنا مؤتمر الأول مؤتمر الثاني كان يعني بالنسبة لي كان صعب جدا وفهمي كمان أفضل على اللي صراعات دي بمؤتمر على يعني حتى النفسية كتها له يعني نحنا إذا قال لأوروك هنجل السلطة بلا وبلا للا ودي يعني لمؤتمر لتقيادة ناي جبهت ليكم هذا لحاجات لا أتأسف بوأسك إذا أتذكرها يعني 21 يوم قل مؤتمر في نقاش حاجات ما لها لزوم وميت أوروك من يكون الرئيس بلا وبلا وإلا لو عربية يعني حاجات أنا ما ممكن يعني تتقبل حقوه التا اجتماع على مجلس يعني الصراعات بين البلا ملاك التخلي البلا عبد الله إدريس البلا يعني البلا وبلا صراعاتهم نحن من كثر زهقنا أنا لقيت خلاص يعني نحن حتى ندين ودنا نحن لمن يكون الرئيس ومن يكون إعلام ومن يكون ديبو وقتنا أبدا على كل حال أنا برأيي قبلك اللي رأيي شخصي ويمكن بس حام قل لك بلو جبهت على جبهت مقاتلين على جبهت أبطال على وديبة جبهت من 71 حقول مؤتمر وقرارات نايلة مؤتمر تصفية الجبهة الشعبية أزيت المنظمات الثانية أزيت استوعب به لي منظمات الثانية مو وديت يعني انبلنا اتحدنا قوة واتحدنا بسهولة سعود يعني إلا قرارات إذا كل ما تذكر كتاري نحنا قرارات خاطئة نسعنا إذا جبهة شعبية كم أفكرتنا نوصنا فقرنا أساسا جبهة شعبية كم أفكرت قل ما حامم أيها لأنه جبهة شعبية البعد أزلم نحنا قلنا بيها دي بلي حرب الأهلية لبدو شباب اللي كل إرثة في أو صار وقت اللي هو ودوا عنوته عشان كده يعني حقول مؤتمر الوطن الثاني أنا لحماشي ميت قبل ولا نشاطات قيس على المهم خارجية قيس مؤتمراتنا إن قيس دي حتى يحدقنا جزائر قيسنا تونس قيسنا إيطاليا قيسنا ألمانيا كل دول بتوعية تقلي لكن بزوح الدام لك سألونا أنتم حقوما قد تحرر قل ما كل التنظيم قلكم قل ما تحط قاتلة ليكم نحن إجابة لبنان جابة شعبية مو وديت النقنيبل ولا جابة مو وديتين اللي تاتيبوا
لا أنا 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 لا مشاكلنا لا بداية لا معركة حلحلة ذكركوا نفس الحالة أتحد نصلي أتحد وحدات ينفتب بالسبب اللي جبهت يعني بصراحة أزيد جبهة شعبية قررت للبلو أنا تم بسألكم جبهة شعبية أفضلت جبهة شعبية نوصة أتيت كما تقوبت تقللت والسبب أنا الأمير وإنت الأمير ومن يرعى الحمير قبل 20 قسم قبل ونحن حاولوا شبابنا شبابنا عمال يا جماعة مجلس ثوري اجتماع نوضح يا جماعة اللي نحل المشكلة ما فيش فايدة أوروكا نايب بلا اللي جرجر وحقوه جبهة السودان لأتيت أنا ذاتي على الكون بصراحة صدمة كنا متوقعينها وجبهة السودان أتيت وحقوه حق السودان أتيت أنا النضال قدم علامة استفهام وديك وديك لا حقوه لا كمان السودان أتيت قاسمه وأقسام قوه وقيسه ما تلونه مثلنا قبل مثل اللي يقبل أزم حرب شخصية مثلا حقوه بيكله مضايقات أول حاجة قال سافر حزة سفر منه لعطلوني سلامة قال لي يعني عشت في حالة بحالة يعني لا حول لها ولا قوة يعني من باص كروني مثل بالشجر يسافر من طيارة لا ترفوني بتذاكر دسام سعودية أقامت على تي الأقامة كان صحبه وطرد وده المهم أنا أذهب بزح قال لي حزق الله أسئلتكم حد يوم ها قال هي دقوته الحمد لله أوالد أجنيت أوالد حواكي أوالد حوية ولادات واللي درس على ولا أنا قدر كل قاهرة لبصحوهم ديبهم قيسكو وديب القاهرة مسلوم من جبهة حزيكم من يوم 82 أنا جبهة ابنتك كريكو ديبة جبهتي أنا شعبيتي أنا كل ما هنالك كفو أورو نوسن دشقة مستقبل الودة اللي مختصرته منه يمن قيسنا اللي تات حاجات حقوه إلا تنبر دي ميدان سلاح ندرف عكو أنا سلاح معارك أتيكو إبنك سلاح لرف عير لن تنستشهدي وسنكلي لكن أوروكا بعملوت أنا كإناتا لش أيوة ولا باقي قلنا أسئلة حدا للسلاح عند قبل معليش فاتنا قدم لاند تبليغ للسلاح كل مرة كلاشينكوف يكونيني مناد الأمن للسلاح قلمته لعبي سلاح يمكن قلمته وانت لمهمتك تاعت الهباوكيتا ومهمتك اقلت ودلع اقلت تودي على عركي بزحام لو ذكرنا حتى دبجه الشعبيه لا درسا كم سلك كرفاتنا زي قاتله ولكن مدرسات عليها وعليها انجيره لو ودا وعليها دب حكمنا عليها اجنيت لعابيه العلا اللي تنداركم بيلون اقلوا ودا عليها انت ما مهمت لها بوكيتا اقلت ودا عركي فلقيت واحد ياباني ندالته كله ندالته وسبت ربع عمرك كتبه كلكم اللي كل الطيران زبط واللي يوم عندما سئكم سنة ساقي اللي كي فما عليش فاتنا دبك قلابل حاجة تكتب يعني نحن اللي يكون أنا لا أول مرة دراسة كأنا من جامعة القاهرة سوشيال ويركر خلال الكول أخصائية اجتماعية هذا لفكرية كل كفاء أنا سنساعدته أزاد أنس ساعد وأنس لتعلم أزم الناس اللي وديناهم كفل لأن أنس مدارس أتيه كفل أول الدرسة مناطق اللاجئين منطقة يجيسكو ألبوني لمدنة السودانية مدينة يجيسكو ألبوني كل من أول مبلغر بالسودان كل ما هدف ميته أنس كفل تعلمه أنس مكفل شاركه واللي كله تلقى لدوري العالم أنا أسلحة سلاح ندرف عكو قاتل وقال لنده بيلكو كل دي هدفي على أنا سكوفان ده تعلمي بعلم شاركة اللي تأكتر لهدفنا يلا على ولذلك يعني أنا قبل اللي لا خدمات اجتماعية أو مثلا مساعدات علمية حتى مدارس في أي مكان كسلالك أوال دوتات
عند الطهدون اللي هو ده أنا ما تصنع لكم بيت كارير عليكم مدارس أو كنا أول دوتات عندنا أنا يعني أنا بس لا لا شغلي شغل اجتماعي طلع على ومساعدة ولد أمس ك قرهم اللي قلناه صعب إن دالتو اللي ليه جسكي أكانوا لو كلارو رحباب اللي كل أوال تنظمي العالكي اللي كل مشاكل ما وير إيكيوني قلنوص اللي ندالت ندال لازم دي ميدان مال على قدام كل سلاح ندرفع يكون كل أوروطة كرب لك أصمي أقول لك ندال وقل ندال لا تعود شغل دي بول فرور على فأزي ما لا سأل إلا بزوحة ما قدام للسؤال منا جمعة سالح ورحمة محمد أول أوالد أنسات ندالة حابريات اللي تبهل أزاي بزحات سميك قلنا ليك كمان أسماعي سامعنا لي إحنا ولدي بتاريخ ما سامعهم لي إحنا أسماعي سمعنا فإلا كفوت توضح بزحات دام فلانة أولايت مقاتلة على قبل من قبل لا 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 إلا كل إيتن ودول حتى كمان نوص حق أقلني ويلذكران إن تبهلها كمان بزحق قلت لك أول إيتن ميدان تنسلح رفعية ولا كمل نايكي سلاح قل أوالد أنسات قل تنازي من قل عابيوت سمعتنا ناين دالن قل أمورات تلان دالن أول تبهل هلا ولا سلاح سبت رفعيات أول كل مقاتلات اللي تبهل هلا حتان جمعة جمعة ورحمة صالح حتان التحقيق قل سلاح قل رفعه وطالبها قل سلاح اللي رفع لأيام لهي مقبوط إن إحنا التمؤتمر يعني لقرارات لطلبنا السيد تقلي تشترك وطال تشترك وسياسيا واقتصاديا وعسكريا نمبر لكن إيه سمحوا لني بيلون لازم أنتم تأتوا إذا أنس سلاح رفع لبوني يعني ده بيلو تن سودان آتيا تن رقبتان دي سلاح اندرفع القاتل الحزين هتن لا تيكون حقوه الماز ولدو وقتل على جنت أيوة جنت إلا من سراير برضه هتن ما قل سلاح لرفع مزيان بر السودان قل إتاه أي مزيان برضه السودان آتون أزديب سودان كم مزقه قل له مؤتمر قل نعقد كل نديب عن حيانا ديبكم عن حيانا تا مؤتمرنا هذا المرأة اشتركيا الماز وزميلته مسلسل سيتنا ميدان عقبلنا ورحمة وجمعة أصل التمريض ناسات علينا العراق التأيادات نقبلها إلا أنت لأنه يعني جبهت في البداية أصل أوالد أسلحة السلاح اندرف أيام مسلوم قل قاتلة سامحتي عليكم أنا خلاص جبات حدوكوا وأزحقوا مشهادة بلازم قيس وشق وعلى سد وما في الشيء سد وأنا وإشي قل لحظفتو شغل دي مثل لاجين ركبة دي بخوخة يمن لاجين إرترين علو ديبو عن طريق أمم المتحدة شغل ركبة كديبو شغل أنبته أنا على طول ما تأكو وطوال تيبو شهادات قدمكو شركة هاي السعيد اللي قولها ديبا سوشيال وركر شقيكو أزاي لطبيعتي يكون التاء شركة هاي السعيد أكتر شدي مركزة أنا ديبا أنس أول مرة مساواة نقلي علاني ناية لسم مرتباتهم أكتر دي إلا ديبقى قرقل أقبل ديب إرترياما إلا أيام لميدان لعناها شركة إطالة أورت على ديب تكريريت إلا أنس وسبتهم شقو ديب إلا تكريريت قرم عليش قرر قلب لسكمت أزا اجتماعاتكم ودينا كلا السيد أكان أورا إنا الشقي أنس بصحية أزا أقل ميت إلا أواد أنس بصحات ولا سبح دام لأنه لأنس مرتب سر لا مرتب نساء وبلي سبب اللي هتوم أكتر لشغل قل لأنس لايبهم لأنه قل وفره أزا اتحاد العمال ونحن اجتماع ودينا اجتماع عنده ودينا لازم للمسؤولنا إيطالية العلى لشركة دي التكريرية العلى بس اللي اجتمعوا بيلوه اللي مرتباتنا إلى
أنس كم مرتباتنا يسبق اللقباب ومشاكل وحقوق بس يعني أورو أحياناً بيلو أنت اللي من يتودى جبت حتتخذ الإجراءات كم بيلو أول حاجة لحققناها مساواة التمرتباتنا إلى أواد أنس دي بتكرريت إلا لجرادين لعلى ديبة كالي يمن كم جايز كل الشركة هاي السعيد كم أتينا أول حاجة حتى قيبت من قبي لا لا لموظفين لمرتبنا إلى قيابتكم لمرتبات أقل قال عجي يكونيني أقل من نانا إلى سب يعني ولدتك حرقة تقبل من تحزة يسمحوا لاني أزاي قل لحز لهاي السعيد لمسؤولنا إلى الشركة يعني بزح مصي وأخبارك إيه حربي الكوي يا أخي لأنس تولد جيست من قبلك مقبل الشغل بل سوى بل ومرتباتك إذا فتي الأمرني توتلة غني تاجر تسامات من قبل فأزاي قلنا اللي تودهتن زيادة جنيت لألوه دي لأناس والله يعني بدون فخر قرار ودا ولا أنس ولدتك تقبل من حزف وقيبت من قبل مرتبة عزرك قيبت من قبل مرتبة إلا أول مرة بتلا قرار وده كان مو أديها اللي هاي السعيد أورو لا لذكرته سنيته اللي هاي السعيد إناس اليمنيين بصفة عامة اللي زكاة ولا اللي ولا مس أسر ساعدن شهريا ساعدن على إلا أسر سر ولادة تخرجه وسريها له إلا لإجراءات لو الدم ودها له لا قروش لا أسر يعني ما تعرف أي جيس حلا فايلات كمريكو أما هاي اللي بلو إلا أسر إلا يهليتنا إلا أسر إلا ولادة تخرجه وأسر بعدها بزح مساكين هلو يقول خلاص بيليني إلا أسر إلا لا 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 فايلات أمسوا لفايلات كمريكو يعني 50% ولا أكتر لأسر ذاته لإهليت اللي ولا دخلهم بيس إلا كمان بيلون حقو يا أمنا بيلون اللي أمور لي يمانين يتدخل قل أقتلو كيتو هتي لأسئل بيال لكن أنا يعني طبيعة هو أنا أنكفاء واد أنا أسأل اللي كإن الود المهم اللي شركة دي بقروب شقيكو حقوه فعلا أزل فرهت تأتين أنبتت يعني اللي هاي السعيد طبعاً دي برمضان بشوالات سلاد وزع اللي لقدام للاستلمو قل أقاربهم قل نفسهم ولا قدام للاستحري ديس أنا ملاحظات كانت مخصين ما قلوا ده وقليتو بلي سبب اللي بس بيلون انت يا آمنة اللي يمن لا تمني يتحدق مشاكل قد تأتيتو حتى يمنيات عليك كان بلوني أنت تدخل رأسك في حاجات مالكيش لها أزا خلاص فكرنا نحن يمن نحدق عندنا يعني يمن دحدقنا أكان أزا فكرت له قرأت مصد كم قسيكي يمن يعني كم قسيكي من 87 أسك لا من 83 أسك 87 أوكي 4 سنة ومن يمن المهم لهجرت فكرنا هذا مهجرت يمكن قرب لسك وقدم فاتنا لسألتك تسأل الدكتور محمد ذكرك عالكي مثل بإشين دا يسافر كما منعونا على سبت بيكي اسكن بزت عن دكتور محمد منادل كبير وحكيم ودكتور ناد ميدان لعلاته وفي نفس الوقت بعال بيتكي تقلكي وراجل معروف هو وبعد كده مسلو كمان برنامج جنوديتو ابتقرنيا وبعربي دكتور محمد عسيدي بجاليت أمر عليكم درس على حقوها أنا جيستها وجيسكو هتقرها مديرنا مدرسة جاليت قال لكن حقها وألمانيا جيسها وتخرجها أزاك مخرجة أمسأو مساعد سابق مساعد سابق الأشقو هذا لعلى بيليهم أنا ارتراق الأشقيتو ومسوى أمسأو مساوى ديب شقان ده هلا طبعا جبل شعبي على ديبو ساعد هتو مسميه دكتور من اللي بولي أمر أصفا ديبو مثل شق على ومثل مساعدات قدم على لكن قدام فتنة بومكم فتنة أبطوهم
وسجنهم على وكيف فترة قصيرة حقوا أدسابة نسأوهم أدسابة ديبو شقوا على وحقوه كل إيتهم قرروا ميدان قلوا فكروا أو الدكتور صفاء وجبهة شعبية قياسة وهتو فترة بعد فترة جبهة مزح الجبهة يعني الدكتور الوحيد اللي على في الأيام ده مساعدين عليه لكن يعني بصراحة عشان بالشقب أي كونيني 12 ساعة دي عمليات بطر عليها سواء كويل بالزهر كويل بال... مع أنه بصراحة جبهة خياره فقوس على معاملته ما كانت يعني كويسة بدير ما تذكره كبس وقالي على يعني أنا إيش أعرف أنا طبعاً ولد أسمرة أنا وولد كرن أنا فحر أور دكتور مازق كمان من العراق دكتور سراج المهم كنا أنا إحنا ديبو دي ميدان تلا تهدينا قدم فترة وديبو عند الشقة على حقوه جبهة أتيت برضو دي جبهة كمان أهمل واحد جوه التعيادة بأنه إنوي كسلك مأتينا يعني ما خلونا كمان أنا وبشهدون إنسان محترمته أنا بالاحترمه وأنا أحترمه رح أسك سودان قني قسك أسك خرطوم قني قسك أقول سامحولو أنا أترفونه لكن هتو بيلا أنا يجيس نتصبر بيلا لكن بيلكو ما يهمك أنا لا خرطوم بيلكو أي طريقة ما تصل عاد أم مرة يعني هتم جبهت أتيت وطبعا بالنسبة لي صدمت على وجبت كمان فنهج له طبعا أورو كان تصفق الأسوان وأنا شخصيا خلاص لا جبت منه في شفقرت لأنه بديري اتفقوا زيادة اتفقوا خلاص قررنا عدوا على ودي بسعودية زيارت نيجيس وحرر بفرق وسعودية نيجيس كان بقصنا يعني من كثرة حاجات لي تما في داعي اللي ودي مضايقات على المهم سعودية بس حنا سعودية قامتنا ناي سعودية عنت إيه من كثرة ما الحقد والبتاع أنا طردوني من سعودية طبعا لأنه لا قامتنا جبهتة عشان واحد كمان ما عاوزين نخب اليوم بلاويهم ده ودي بالقاهرة مثل حواكة مثل واضحك جنيت حواكة ديو كسيكو أزي طبعا أي دخل ما عندنا لا دكتور يشق ولا لي ولد عنت أمي رثيت وتيمنت أصدقائها إلا مصاريف تلك اليوم وضحوية كمان دي بسعودية على مصاريف المهم كنا عايشين أسك ما اللي موضوع يمن سوريا سوريا مثل بيلين سوريا أتهتوا لسه مثل جبهت هلا سوريا كم قيسنا أنا أهتوا بيلو مؤتمرات طالية قيسه وكذا وحر يمن أنا وقت اتفقنا بس لجبهت نحدق يمن حاو قيسك بس شغل يتسئن شغل وقيسنا وتفعلا ما قصر مناطق لاجين زيارة قيس على أورو مثل درس على نايوين ركبة وبيلي اللي لاجين ميت خدمات قلبوا قلبوا قلموت بيلي دراسة تقدم قلي أنا دراسة تقدم كي ممكن شقة بيلي ودراسة تقدم قلو وخلاص وزفة ديو اللي مدارس ناي تأهيل مدارس يعني أي خدمات صح خدمات صحية كل اللي قال له اللي وده دي بخوخة خوخة لبولة 30,000 قالوا كلهم دنا أكلاته مسلم تمام شق على وأنا كمان إلا شركة هاي السعيد لذكر كودي بشغل ركبكو وتعزق السيام عنا أخيرا قررنا أجلنا هاجر وأستراليا أقول هاجرنا موضوع أستراليا كمان حكايات بزوح الذي بحر أنت من أي تزقنا حكا قال كما حصله ومو أده اللي يكون زي هذا بعد سؤال ميتوس كي أوكي حكوها من أستراليا من الشمسك من أي من يمن ولا من مصر من القاهرة مصر سنة كم مزيكم من صر سنة 89 89 قدم تحرير إريتريا معناته أستراليا يا مزيكم كفى على رأيك عن أستراليا توقعات كي معلا وكفر كبكيا والله نحن لا يو ان كلا فورم هاي بامنا ثلاث فورم هاي وورق استراليا لانه لاناسنا يو ان ما صاحبنا على استراليا قلها بانه كندا وامريكا امريكا بيلا اصل دكتور من اصل فورم ذات لكفناه هذا استراليا من انا فجأة استراليا كورابشن ركب ديبا ودبت كندا قدمنا كندا
اللي هو ده انترفيو دينا ونجحنا. فجأة أستراليا منا كورابشن حق سنة فتحت. أنا اللي قدرنا أمشي كندا، كندا يجي اسمي أزمو أدعى لكو طلبت مطسو ولاقي مطسو أنزدي بقلي جي اسم دي بيت كندا كفوت كندا وبرأسلون أستراليا كفوت كندا. خلاص أنا من كنت لبرد بوتو بس أستراليا الرأشة دي بقتيت. أثناء كندا نجحنا وكل حاجة إجراءات وروب على قل خلص قلنا سافر أستراليا كم فتحت جيسكوس بلينا خلاص جواب أمسى من يوئين وقبله خلاص جواب أمسانا وأستراليا قبلونا وأستراليا بس يعني قلت أتوقع لكم نصيبنا دي بقى لنا أستراليا حار حكايات من تحزن حكي قلت وحار إنزا كمان الحمد لله موفقت أنا مؤودة ليك وكفلة وأواد أنا سأدينا ليك واللي قلت هذا مؤمن كاتفين تمام 89 مسيكي حقوها منو نبدأ 89 حقوها نصر مسيكي موديكي هل دراسة تواصلكي هل دكتور شعور تبطى موديكم كعائلة يعني كأسرة أسرة لك متنا والإنجليزة أمبتنا لغات طبعا لازم تا بس قل نصيب الإنجليزي ندرس عنه حر يعني جراءتهم برا كل الإنجليزي أمر ندبلكو ودراء اللي وديكوني فحقوه اللي مثل أنس أنس مصحات عنها أنا انسر قدمنا لما يعني مصحات ما يكون دي 13 بعتنا عائلة أمرا قبي أزهتان مدرسة عاتون لـ Adult Education اللي يقولوا لا يتنى أنس حتى يلفهم عربي لأمرا واللي لأمرا لا مدارس أحد هو وبيتان قصيه أزانا 89 كما تسوكو بيلاني اجتمعنا يكون نتعالك هو قبي نبلا لأن احنا مدرسة عاتون حتى ينفهمنا حدقنا هو زهجنا وكذا أزانا تذكرها نيك مارشال اللي ناي كوميدي كان ماجريس هتم مسؤولين بقلا سمول كوميونيتيز مش على هتو فاطمة عبد الرحمن رئيسة على الأيام لا مثل نيك اجتماعكم ودينا اقترح امتات النبيلة تنا ايه رأيكم لن انس عباي مدرسة بنان قنود ألتونا كويس بينا ازاتنا وسبا مساعي هاقية ست التنا ادالت ادوكيشن بيلتهم ساعدونا وأنا فاند ركب بيلو مساعدين مدرسين هاي بكم تفاند بها طوالي أبليكيشن كم وديت سوشال جاستس لبولهم 15,000 هبونا 15,000 كم هبونا مثل أدالت إدوكيشن يعني لازم برنامج وده بيلو برنامج ودو لبرنامج سموه English Language and Settlement for the Horn of Africa Senior Women's Program لتبهلتو اللي كم ودو أزبي روح حتى أموظف موظف على أساس ليزين يعني بين المدرسة ليزين أوفيسر أزا خلاص دي بجريدة أفقرو أنا قدمكو وحتى كالي إرتريت وهرريت والمهم صوماليات أربع هنا التا أبليكيشن قدمنا لحسن حظي قل يا نسو اللي سنة كم سنة 90 تلي سنة 90 إلا أنس كلا كانت تسروا إتا ناي سبرينغ فيل تديافت عليها ودبوا ودي باستقرها وسرن بالمناطق لما زيها أورو دي بسبرينغ فيل نيبرهود هاوس ساعتين في الأسبوع وفلامنتون نيبرهود هاوس ساعتين في الأسبوع هنا أزي دي بماري بنون أسكت فيل بيت حكومتها يبامنا علو خلاص مكاين ألفو لقلي اللي أمعلي الذي بناي فلمنتون إجيس وكالي مرات ترينيان دانس أكو سبرينغ فيل إجيس أسك لفاند خلصة فاند كم خلصة أبليكيشن ودينا برضو سوشال هيلس قليتها بونا 6 شهور استمرينا أزا كم بقى سنتين لهي سنة وسر ولا سنتين لبرنامج لبرنامج إنجليزي لدرسوهم وخياطة و خبز ودو المهم أنشطة كويسة خاصة إن نايف لامنتون لأن مرة فتاه ورحلاتنا سو أول مرة رحلات كويسة ومعسكرات اللي كله بقى ليد لنيبرهود هاوس منا باجيتوت يعني لأنس لود
هذا تعالي يا زمن روحي يا زمن حتدور احتفال على الثانية برهود هاوس. طبعا لما بسنا قروم تتريها وسورق الأكل كانت فيما بعد ناي جوفرمنت وايف ما سطلنا ديبو احتفال قد تحضر لأن اسمرة فتيتن لبلليتون كده مسلم تساور وكده وديبا جوفرمنت هاوس عزمتنا أزكم عزمتنا حاكم عام ناي ناي فيكتوريا معاك ممثل ناي ملكة ايه. أزمة دعوات على من سلا يومان سيرفيسز وحكات بس حام على منه دعوات وديت تكاسينا مثلا ولا أنا اسمه صورنا ودينا مجلة تليت قلر الهبكات أو كديبك ديبو يعني صوماليات ونحن كلنا بزوريانا وبلليتنا ديبو تكبت التنا شاهي وبسكويت ولا حد يغطنا لا قصر رأيت التنا ولا قصر كل حار ديبن دهلينا اللهم ناي هومان سيرفيسز على حتى ساعدنا سوزان اللي بقوله مره متعاونات كل اهتزات الاوراق اللي تودقنا كفت عامر الثانيه امرك انه كنا تلغصت بالواقل منتي ابلكيشن يتودك تا هومان سيرفيسز لانه يقول لك اللعبايه قدام فاند الهيبه اللي فاند الهيبه كم بيلو اللي سنه 95 خلاص ابلكيشن ودينا على طول مبلغ ما بعرف أنا لا يسأل كل هتاعت لران وديو أنا كم ساعات شقة إذا بدل سبرينغ فيل كلها نقعزية بطرية أزي دي بتجاه ليت أربع ساعات في الأسبوع شقة وأنشطة بقى رحلات معسكرات إنجليش لانجوج سوينج نيتينج أي حاجة ميلبورن سيتي كونسل بنار عن تجربتكم ودها للا بنار كمان صورة قلت رأيته ستة شهور مدرستها مسؤول لنا لحتى كانت تجربتنا يلاقين نوصب خياطة اللي تودع بيت لبنار اللي ديبو بقى أول حال وزير الهجرة مصر وتلونش وديو حقوه برضو اللي أورد هبونا إلا أنشطة اللي عندها اللي تلقروش خلاص كل مرة زيد يعني واسك حسب النشاطات ولا نشاط اسك 120 سيت من صومال وإريتريا و140 وإريتريا وإثيوبيا وكله بالهم اكثر إريتريا تنلود البرنامج اللي نجحه من زمان ثاني افريقيا فاندت نسي وطبعا اوسبس جاب هنا بنيبر هود هاوس وبحر حقه قعدنا منه بكنسنتون كوميونتي سنتر اوسبس اسك 2000 سنة 2000 يعني احنا اوسبس القابة احنا حقوا سنة 2000 الا لا كوميونيتي هيلث سنتر كوميونيتي سنتر اللي واي ام سي ان اس او واي ام سي ان احنا اوسبس ودين بلا شويه تحيرنا طبعا كم تحيرنا ازي انا دي اسكت فيل التا كوميتي اوف مانجمنت ناي كوميونيتي سنتر ديبو اشقع لكم يعني ساعد مسلم ما أقول استشير رعلكو بين التاني خلاص أوسبيس هاو موديكم حقوه أوسبيسكم قبقكم لكوميت أوف مانجمنت مودي لكوميت أوف مانجمنت قبقت إثيوبيات وصوماليات وإريتريات اشتركا وحكم من حكومة هيومان سيرفيسز وصحة وكذا أحسن برنامج أسك 2003 نقيس عنه 2003 اللي بيلي أنا غير لجنة هذا لجنة غيرنا من 2003 أسك هذا لجنة هليت موجودة يعني ولا برنامج طورة وطبعا فانديتات من كل ما تسألنا وأنا شغلي مستمر هلا ما شاء الله ودبا فوتسكري مايغرانتس ريسورس سينتر كمان شايكة مش هذي والذكرني أيوة اللي كمان اللي لا 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 شغلي مثلا نسمع ساعات محدداته من كل ساعات لأربعة بس حقوه سمانت بس في الأسبوع حقوه ديبو أبليكيشن أبرام حتقول واحد يذكر بخير اللي شغل ديبو هتو قدمه قلي أنا يحلكو زي السعودية سوفرت كم مزاكو تا مثل أفريقيات قرشقي قدمكو هتو ساعدينه وقبلوني يعني أسك ل MRC ما عارف مشاكل حصلة وقلوا دينا دي بيشقع لكم حقوه على MRC دبقتنا يفوت سكرين وأنا التشغل يستمر لكم
مشوار طويلته حقوها طبعا يمكن قربنا من قبل ايام استفتاء منا اوائل عندما سيكم استفتاء روديكم انتم تتذكرني انت ودكتور تصور مع اسكي كفتري الايامات كيف كان اول حاجه بصراحه احنا كنا ذاكم جزيره وابديت كل يوم المعلومات اللي لقوها وفجاه اخبار سمعنا اريتريا تحررت لكن تفاصيل الوم الواحد اريتريا تحررت دي ما نعمه هي يعني ذاته تلخبطنا ما قوة الدفاع سرنا ليه ويتجب شعبية حررت ويتجب شعبية تحرره والشيطان الحرره مخصينا أنا إريتريا تحررت وخلاص إذا لقدام دايما شككنا إريتريا شعبية كانت مشاكل بزح أخيرا أنا وبيش قامين أشوف نحنا إريتريا قلنا توظف ديبا وزراء قلنا البق دي بقى يقيسنا قلنا حررت مش إرترا تحررت أفعدنا ينقيس بها خلاص اتفقنا كده بس ولد حكي على دي بقى قنصل دي بقى القاهرة بقى اتسلنا يا محمود احنا إرترا قلنا حنسلي جميل وأنا أعمل لكم أنزم لكم أنزم لكم بيلين على طول نحن إجراءاتنا كمان اللي إرترين بسحا من زقان سودي بنا قل لي إسروكم تو قل اقتلوكم تو اقل مين مش إرترا تحرر يأسرونا ويقتلونا بس قلني قستو خلاص إرترا محمود كدام ما قصر حكومة بلغة قلنا وإرتريانا بقسنا أنا يمكن ودول أبقى سحب لكم كثرة ما مشتاق 40 سنة رئيتي أنا لها اللي سنة كم قبل اللي معناته؟ سنة 97 97 أوكي 97 إريتريا مطار كم قسينا بكيكو أنا رسمه كم بزحكم إيه؟ كم بزحنا حر لا فاجأتنا ميت مسليكة استقبال كبار الزوار قبل استقبال وشنط نصب وطنا إلى قاشة لآتونا وقعد حمز أخبيها أنا ذاته فاجأكم ميت اللي وبالشاقر يعني وفقرنا وبيلونا هوتيل وقالوا لا نحن عدبنا لنا دوتاتنا برا اللي صبرها لنا قيسنا مباشرة نجيبها شعبية دي بيت ما تصعونا ورحب بينا وحقوه برنامج وده وقلنا كل إرتراء قلنا رأي كل قياداتنا نجيبها شعبية قلنا رأي وكل حتى حدقنا شريفة حدقنا الأمين حدقنا آخر حاجة رئيس قيسنا حتى سوربنا اللي هنا ناي رئيس مثل رئيس كل قلها وكاته ورئيس طبعا وحقوه عربية تخصصه وقلنا ومسلنا مندو بسم الله من أسمر أنبتنا كرن رئينا والتجابة اللوذين وكل على حسابهم دي فنادق حال قيسه وبنا حال الكوميتة استقبلتنا منه أقبلنا غردات قيسنا بارنت قيسنا تسنة قيسنا كل خل حقوه أقبلنا كمان مساوعة له سايق على من نقول يوسف سايق على وتوتيل على اللوم كمان ما قصر استقبلونا كل اللي وصور بنا لأن أنا إرتري أول مرة كله ما قصروا ديبا اللي ديب إريتريا يعني شفنا فعلا الحرية على الحقيقة وبفرحت ولس كان صور أي حاجة للصبر نعمنا ملكين ما سووا وعد حمس أخوان يعني حاجة ما تصورها يعني نحن ذاته حسينا بطعم الحرية إلا تأكل إلا تتطور وبلا يعني إريتريا بعد كده كل سنة كل سنتين حسب اللي وما تغير في معاملتهم كل ما مصدي المطار لمدة 4 سنة استقبال رسم الله حقوه بيننا نحن قيودات بصحت نحن شكرا إينا حزيني زينا وزي غيرنا 3 سنتين مر ما 4 سنة كل مرة نايلة ضيوف استقبلونا وأي مكتب نقيس تسهيلات معاملات حسينا بطعم الحرية بصراحة صح و 97 طبعا لزمن قرم على قدم سنه قدم لهم قيام جارنا وياني ايوه قبل الحرب سبت على ايام حلوه علت
أدسامة كمان جيسنا أول مرة نمشي أدسامة. أوكي. وكفرقك أدسامة ليامات؟ والله أنا هنا يعني أسمرة من الجيسة كويس كانت لكن ما عجبتني أنا بصراحة. أنا كفرنا بس اللي هنا قدام أوراندا مسألة ذهب من الناس قاعدة اللي هو ده يعني استغربك لكن إرترين أصحاب آدم على وأصحابي الدكتور ما قصروا كل أدساب اللي الأكانات نايلة ما يحفون وال لأدبر البلد جميل 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 مش أدساب برا جوا أدساب برا طبيعة لطبيعتنا لا طبيعة رهيبة أيوة وانبسطنا 15 يوم سنحنا حقوه هل حكومة إريتريا معلش يعرضوا دبكمني مثلاً دي بوقت تقسوا ولا قلق تشكوا ولا مهمات كلها بوكم؟ أيوة عرضوا بالنازح بعدهم كوفت بلوك أنا مرة بيلون حقوه ما سافة حقوه ما سافيرة ودون مامي والله كفوتة سكلة قصة سمعت أبا ما بدي ما قلهم تسكن دي كوتة كفوتة لقصة المهم يعني توهم لا كودي بيع على أساس سفيرة أنا دي اللي السفير اللي أنا مثلاً استغالته قدمه سميتي أمر للا دي بكامبرا العلا في سايا إبراهيم سفير في سايا إبراهيم عرفته ولا كودي أنا بصراحة بينكم هدوما ما تسألنا إني أنا حق زكية لا لبلا حرب بينكم الإنسان المناسب في المكان المناسب بينكم أنا بينكم جبهة شعبية تشكر حررت البلد واستقبلتنا عمرها لكن بيلكو سفيرة نقاكو ما أمر بيلكو أنا حمثل دولة وما بعرف عن الدولة أي حاجة أنا أجي زيارة ديسكو وفي نفس الوقت أنا ما أقدر أقول إمكانياتي أقدر أستطيع أكون سفيرة يعني سكرتيرات هلا وكل لكن الواحد لازم يكون الحاجة اللي بيعملها مقتنع بها وشكرا بينا ورسالة لك نديبة. لا يمكن أنا يأمني ميت لسبب بس يمكن أنت طبعا دراستك واسلكي وجامعات أتممكي وفي نفس الوقت ميدان عالكي ودبل عد بناي سوشال وورك تشك عالكي ومعلوماتك عن إلا عد بزحته يمكن بزح حاجات دبل لأته والله توم دب اعتبار ان ده توتو بلانا وقدام كمان صار وقت سمعناها والله تستاهل بالعلى مبزحت مبزح قدام وفي ساية مسكين تو في ساية ممكن مسلكه وتعامله و الميم يحصلاني ونسيبي علاني انا كونفيدنسي على القحر كمان انا مثل الجماهير قلش قحد من برا اتمكات من دقس يقول لي ودني فتين لانه ريكا زي قال لا حاكم عام مثل سي تو اوريدي امريكا عالكي كان براندا جيسكي مثل حاكم عام ناي كل استراليا مش ناي فيكتوريا قلت ايش سهلت اوريدي انت بس احكي عالكي المراحل والله اللي حصل كم هي الترين انا اوريدي بس احكي عالكي لانه مثل كلهم اللهم لعل هلا وزير ما تسكم مثل وزراء تتكابتو سيتنا حاكم عام تمسكم ممثل الملكه مثلهم تتواجهوا يمكن حكومه اللي على الليفل انا اللي فهم على الله واللي معلومات على الله قبل فأبوته على كل حال أيوة ف أيام حلوة على ما شاء الله عليك يعني سكة زي تهندقة تقول لي كي ربي صحة وعافية وطور العمر لها بكي ودكتور كليتكم بعده مثلا اللي بالذات انا اللي ذكرني ايام حرب وياني مساء واللي تاتل تودول عليكم يعني ما حاجه سهله دائما انا اقل اتذكر لانه لشغل شقه سهل يكونين دي باستراليا وكفوت لي اسكي دي بس كسكنا قبل شويه كل سنيت ده قبل كمان الا مرحله صعبه على الدبنا كفوت لي الايامات ايام ويانا احنا اول مره احنا صدمنا لا نوع ما نسكب يعني درجة أحر الأيام الاتصالات إعلامي أكثر شيء اللي توكم بيلو خلاص معنوياتنا كلها هبطت والواحد حتى بكى ما بعض حام هنا حقوه صالح يا على الله يرحمه دي بسعودية وبنى التسل اللي هنا صالح كفوتو ساعات ما سألنا بيلوني طنقل لحالتي لحالفوني تشاقلوني
اللي ويانا ساكت اللي هو الدنبر جيش إريتريا حلا ويتفران دبيلة برضه رفع معنويات. من الحاجات المؤسفة بسحام إريتريين هنا انسر لأيام لهي نحن كتلة أمودة بسحام إريتريين إتيوبيا ويانا قد تغلب لحظوا على وعشان كده بزح الدام هلا يعني يحكم على الواحد بدون سلطات من لحظة أورو كان سلطة بطريقة وسلطة أزن هنا سبعينات حقا حلفنا مسبتك فوق الحكمات وزات مع الجيل الجديد لكن يعني لا كان بس لقنو ذي لنقدر مثل كربارة خدم دو دي لقى أنا تبرعات واللي حتى لا قدام لا معارض لا على قسما عنه الناس يعني تسألهم يعني اللي عدكم وما يجاملون علو يعني وعدنا الحمد لله انتصرت وأوروكا موقفوته أنا ما يهمني أنا قلت وظف وقل أكون مسؤولة إرترى بس قلت تتحرر مش تحررت تسؤول أقرم لك وبصراحة كلا بالذات تعدوتاتنا لذكرني لا يتبرع على أبوني لسلادلة جمعت يعني ما حاجة سهلة وبالذات بعد التحرير كمان لقب أنا يتبرع على برده تو قدام بزوح اشترك ديبو وكم سلة بيكيو على وقال قالي يعني أدي سابان دقيسو دبابتنا وياني ديبارة عند عرقو أسمرا قلتو لحزل على وما على وفشلو سكة ذي لفشلهم ديبو هلوين ويقليهم اللي ودوني ولا عاد الشكم سلها الليت وازي الشكم سلها اللينا وقت نرقي أنه في فرق كبير اللي توقعوا على وهتوم ونحن نرئينا ونتوقع على عنا الحمد لله وعلى كل حال يمكن قنيبال نقدر عمنا وياني أدي هرقبت يمكن أدي هرقبت قلنا قلو دول حزل علو ديبون قبال اليوم أصل رئيكا لقدام انت ديب آمنا قد تحكم ساعة تحزل لازم لا سنيت ديبه لليت ولا أكيد ديبه لليت واندا آمر كان قد تحكم بها أذا ديب إريتريا إنه كل هدية لتهاجو لا عنده يسوي رأوه لا تلفزيون إريتريا يرؤونه لا عنده أسأل كهم يسمعونه يعني إريتريا يعني ديب مهليت مبل أكيد قدام جوعة قدام هربة قدام هتوت نوصل له أذا أنا شخصيا أي أورو كان قريبا لحزي عدى حزا من قبل أورو إريتريا بخير إريتريا متطورة إريتريا الدول الإفريقية هي بس حد إريتريا تعتبر مثال لإفريقيا اللي من ستينات لاستقلالهم لنسوا من خمسينات لاستقلالهم لنسوا إريتريا يوم التسعة إريتريا أنا سنوين دقيس خو كمان أكان حتى بزهن دبلكو يقبلني بقراه بمدنك من محافظات كل حاجات أخطاء الليت ونواقص الليت أكيد يعني للدولة هي لكن انت انا اهم شيء ميت للعجبني اللي شعب له تعبه اللي شعب له موته اللي شعب له جوعه انت ما تغيم اسمر اندقيسك اسمر دي بسب سرح بالله انا مداشه يوم كفتل ليه ما امشي يا بردات امشي في الريف امشي كرن لا قدام قل شغل الحزة لا شقال لا قدام قل احرس الحزة كل اللي مشارع لنا إلى ديقاتات رأيك من قبي اللي مزارع رأيك من قبي لقدام دقى السقل على الحزن اللي قهاودي نسخي أنا كيدا أنا عدي استايا بلان أيام ما حسار لعلى ماي على كهربتي على عيش على نحن نقيس على كم سبنا عيش قدام المساعدات الله يرحمه عثمان بلوحز السقيا من نكبون نايلة ما تسلنا ما يبدي ركاناتنا مثلا نور زينا وزي غيرنا شمعات ود ليه نحن أسوأ من اللي حالفنا يوم رأي ما يجحجح لبل كهربت ملؤ ايش في دي الشوارع بحتى دول يكونوا اللي كله لحسار لهم سوى دام الإريترين لأكد ابنه من اللي ولذلك انت قد تحكم دي بيها حزي كم قبل أول رأي من قروب من رأيهم خبر لهلا يعني بصراحة لقدام لم عدالة من اللي حكمت سنة أنا قلت أسأل أكو كل حاجة تقلق بيه
قل كفتك كل حاجة متاع بعيوبك ما أقبلك. ولذلك لشعبنا إن شاء الله وعقب أنا زد عام كأربع منا أواد والدوتات حكينس أكو وأستغربها يعني حلقة يسين كربي لها بلدنا حلو بلدنا إيه بلدنا إيه بلدنا إيه واللي في المات أسكى اللي بصحنام اللي ديقاتات دي بصحنام مسواع بصحنام يعني عجبه. وزي ما حبوبة مع شمتين لبنون حبوبة مع شمتين كل أورو كان اللي يقسل حزي لأن الانطباع اللي جابوه لأن هتن لام طاياهو انطباع جيد. يمكن حاجات لبلا يعني إدارة لبنون أيوه بلا إلا هم مرة انترنت يا لبنون لبلا يمكن كم سنة والجة انترنت أيوة لكن استمتع يا بالكم يا أخي نحن إميجريشن نظام قلوه ده واللي أحل لا ترى مش أخطاء لبي لك هلا لكن اللي لا أقلم لقدامك فعايش هلا لقدامك فنبر هلا اللي ندرئك مدارس قيسنا مدارس مدرسة عمر زاد للثانوية مستواها أحسن من مستوانا مدارس ابتدائية قلنا بالآلاف يعني مو قلوا ده قلوا استقرار أهم شيء إلا حل لا كانت لأرئيكو كريكا يوم أخضر جبا مزارع ودوديب اللي فواكه ودوديب لسور جديدة لمشكلة لأوالد الفيديو تا لسور ياهو كما سنة هو الناينة يكونين كل اللي رحلت لودينا فيديو دقاء فيديو كذب ولا فيديو أنا ما قادرة ألوت. ولذلك يعني لقدام لعد أول عد عدناتة كوت سنين عدناتة يعني مقارنة مع الدول الثانية ارترجوا على بدي باني ارتري مايها اللذيبة ارتري كل حاجة قل إيش قال حز الزراعة بالهبل لكن دقى سيكا مكاتب وتفتح له من عيد فهمه مو مكاتب وتفتح له مو توديت الإدارين لهلو إنافت فما بعرف لقدام اندقى سنوسي من الرأي أفضل أنا اندت هاقي كوكلا نعم يكون لناي سياسة لبنون دائما وأنا ناي سياسي أنا ناي ارتريانا اللي تلقدر يقلي بلك حزي وصور من تحزي أيوة نتيجة قلنا كل صور في الأخير مقلي بالحزي أنت ودكتور مسنك هذا مسبوع عن دبسيقل بمناسبة سبتمبر لو دينه أنا زوم ديبون دمسعيكم ما شاء الله رأيكم حكم عالكم ولا حلقة قرمت قيسلي مرة نحمدكم ونشكركم رأي بكم قبي عن هون في أفريكا قتيب اليو لتحزي فرصتك الهبكي وحكو هذا بلا برنامجنا كذا من داينن هي يمكن رسعناه لها لنا حاجات اللي تنقبيك توسيك لا تعزي تبلي وابو برنامجنا يوم لقال آية حلقة ونهايتنا إلا مثل كلو دينها أبتقري فقلنا نهيات إن شاء الله. أول حاجة قلي بلا حزي برنامج ناهورنا في أفريكا خالص برنامج ممتاز وبالذات للتلفزيون دي بكم مساء لقدام كل الرياء حتى لمقابلتنا قلقل قدام رواه اتصلوا بي وعد بيوم واللي وده أول حاجة بالنسبة للفكتوريا انتات فاضل نايكات اللي مجهود من ساعة سبع عنده قناة سكا قلنا قد قابل وكبعدام ما هلا إلا أول مرة مجهود مقدر هو وده دي هي الوطنية يعني قروش اللي تفعوك يكون انت مجهود كاب تبر وده يقدر يعني كالي إلا قدام يعني نحن يوم كلنا اتلمنادلين لقدام لعنا ساكت قلنا تهاجة ينفعني نحن يوم نبلغ نشجع وقلنا رأي قلوادنا قلنا علم نبر عند جيسنا وزير أو سفير قلنا بيكون لعمرنا يسمح لتعليمنا يسمح يوم دي بإرتريا يعني أنا ذاتي بإرتريا لقنيت ناش مترى لا 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 اللي بقوله لا اللي لا تلفون أحسن من يلا عمران مرات يعني إلا جانت من يلا يعني لا تكنولوجيا ذاته أكتر فنحن أزن دمس أنا مثل لا شباب اللي لا لا اللي قلنا أننا نافس ومسؤولين قلنا بقى أزنه ما أعتقد هو لأنه أورو 70-80 سنة ندبس ها أشوى دولة تقل ما في خبرة بدير جمود إيه شقة وحياته كلها يمكن خارج الله أيوة خارج الله
ما هلق بعد ايه ومسمو إمارة ولا مهنتي مارسيان للسياسات ومارستها ومعايشة لشعب ملحزي اللي كل اللي عمرنا هنا قلت هاقة ساكت ألبوني. وأنا اللي أتمنى أي واحد يعني أنا يوم معارضت على الكوغيسكم قبل أسروني واللي ألبونا أسروك ألبو لازم يكون عندك سبب عشان يربطوك ورغبت لبو إرتراق الأمر أحسن دقيسة رغبت من اللي يقيس من اللي حازة أفون ده سبطت بيت من دقيسة حيس الرجاء يعني اللي قدام ساكت دعايات لودو دعاياتهم من لا رح حيس مثلا. وأنا هون في أفريقيا أشكرهم وإن شاء الله المغادرة عجبتك قبل مرة عجبتني الحمد لله وكلهم مشاهدينا كم ستعجبهم شكي على بيني منادلات ومقاتلات وحتنا عباي أمن ملكين لا فرصة ندهبكينا مسلنا لا مقابلت قلتو دي سبت سمحكي قلنا نحمدك ونشكرك أبسمنا أبسم كلهم متقبلتنا وإن شاء الله دمسل هلا بلقات بعد قلنو دي مسلكيتو كم يهوت لهلا برنامج فاليوم لا دالي أنا إن شاء الله دولي قلنا انتهيتو أما عنا لبيكيو نحنا طبعا اللي واجب وطنيته نحن دبيت كان دقبا كاسعة سبع قنصات حتى يكونيني 24 ساعة تبلع الأوبن اندسك بولا عقوبال هلو شباب هلو ولا اللاعد مسلوم وقت تقارنيو اللي حتى اللي شغلت اندبينا ذاتوين نحسبوني فانتم منكم لسنحين ناتو انتم ناكم وديكم أي جيل نالو ودال من قبل اللاعد قرون قتي قستو فبالتالي انددقامكو أشكركي وحمدكي متقبلت هنا في أفريكات تي في اليوم أداني له لعنا كالآيت وآخر حلقة مثل منادلت حتنا عباي حتنا أمن ملكين إلا ننتهي لنا السك مسألة هلا برنامجنا سلام ودحن حدقنا بكم مع السلامة السلام عليكم شكرا مع السلامة شكرا